الو، ممكن تفهمني كيف بيخطر لك تعمل هيك؟ تعرف انه قلبي كان رح يوقف لما شفتك؟ شو حلوة هالجملة؟ نيالة من الخوف. معقولة يعني انت واقف بوشي وجبل جوا؟ هاد الزلمة بيلقط الطاير. ايه شو عملنا يعني؟ وين الغلط؟ زيارة مريض، شريكنا وابن عمه واثنيناتهم بيشتغلوا معنا. انت بدك تضل هيك مستخفي؟ بدك تتعود انه انا صرت كثير قريب، ممكن اطلع لك باي لحظة. والله يا نمر بدك تنتبه، خليك بعيد واترك امور العيلة علي. ليه ما شفتك انا طالع؟ كيف بدك تشوفني؟ ما جبل فوتنا لجوا. اه والله عمل لي فيها حرام لك وصرام لك. شو بغار عليكي ما حدا يشوفك؟ اكيد ما بغار، بس جبل هو هيك. شكلك انت اللي بتغار. انا اكيد بغار بحق لي. ليك نمر، انت نسيان ليش وشو اجيت اعمل انا هون؟ انا ماني ناسي، بالعكس بدي اياك انت ما تنسي. ومن وقتها ما حدا بيعرف شيء عن منال السعيد. يعني يا جبل، طلع الزلمه من الهيبه وبعده ببطن امه، لطلع علينا على اساس ابن جهاد السعيد، يعني على عيلة اخويله يلي قتلوا بيو. انا تشربك راسي يا معلم، بطلت عم بفهم شيء، يعني شيء بمخه للراس. والله صاحبنا قصته صعبه صعبه ومقطع وموصله. الله العليم، شكله راجع يصفي حساباته القديمه. يعني القصة أكبر من مشروع وأكثر من شغل. الله يستر.